بس اعمل لي قهوة يا ابني، اعمل لي قهوة. حاضر حاضر. شو بدهم يعملوا مع أمين؟ مثل ما بيعملوا مع أي واحد مثله. يعني شو بيعملوا مع أي واحد مثله؟ مثل ما بيعملوا مع أمين بالضبط. يا ترى شو بده يصير بيزن؟ سوري عبير، عم تزعجيني، قاعد عم بشتغل بالكاميرا، في مجال تطلعي من كادري؟ بيت ولعمي اني قديش بكرهه انه خلف لي واحد من نمرة خطيبك امين. واصلي معي لهون ها؟ اسف اسف اني مش واصلي معي لهون ها؟ لهون ولهون ولفوق واصلي معي. وهلا شو بده يصير؟ اول شيء اليوم صار اداري. لك شو راح يصير مع امين؟ طولي بالك، اني راح اقول لك. وقع امين غرق بمستنقع المغدور يزن اللي حصد مثل ما زرع، ووقع بشر أعماله، يعني مثل خطيبك أمين مشان ما تفرحي كثير. وعلى الأغلب أمين رح يتلزق بالقضبان مثل ما كان يلزق العالم بالحيطان، يعني مثل وقعة يزن مشان ما تزعلي كثير، بس رح تكون أشد من وقعة يزن. يا لطيف، لأنه يزن مقاوم لظروف المرض وعنده حلول مبتكرة وجبار وعنيد وعنده أسرار وتصميم وقادر على الانعطاف الحاد ومتابعة الطريق، طريق التحدي طبعاً قد ما كان ملتوي، تحدي قوانين المجتمع وحتى إذا تعب ونهار وعانى الأمرين مستحيل يرفع راية الاستسلام. أما أمين صحيح عنيد وحمار بس غير قادر على الانعطاف وبجوز يروح فيها 6 شهور مع إمكانية الزيادة. طب ليش؟ ليش؟ أنا بقول لك ليش؟ أنا شبابي ولك واحد ولك فصل واحد. لأنه حيوان ابن عمي وبعرفه منيح. وبعدين؟ بعدين كذا وبيصير مصيره بقبضة القاضي. ونحن رح نضل ساكتين؟ لا، أنا بقول لك شو بدنا نعمل. نحن لازم نكون حريصين انه اهله ما يدروا بالموضوع نهائيا. نهائيا. ونشوف له هون محامي يجيب له البراءة من تم السبع. ايه كمل وين صفنت؟ بتعرفي له رحمي؟ اني زعلان عليك، انك كيف قادرة تتحملي وتضبطي هيك واحد مثل امين؟ لك كل وقتك، خلينا نروح نلحق الزلمة. تفضلي. الله لا يوفقك يا ابن عمي، الله لا يوفقك. يا اصلا ما رمحوا غير دعوي.